الباقي الواحد الأحد الفرد الصمد. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه، هو المجتزي منها بزاد المسافر، وباذلها جودا بها وسماحة بكف نداها كالسحاب المواطري، هو القائم السجاد في غسق الدجى، فسل ورم الأقدام عن خير صابري، هو الساس وهو الراس للأمر كله، بأولهم يدعى لذاك وآخر، وتحت لواه الرسل يمشون في غد، وناهيك من جاه عريض وباهر، وفيه عليه الله صلى ودائع من السر لا تروى خلال الدفاتر، ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابر، وموروثة مخصوصة بضنائن لربك من أهل التقى والسرائر، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر، إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من فعل شرك وخبثه وظلم ورجس واقتحام الكبائر. ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلى حملة الأسرار في أمته من أهل القلوب الطاهرات والعزائم الصادقات والهمم القويات والإنابة والإخبات، أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، وحبهم قد حل في فؤادي، أهل المعارف والصفا والآداب عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. لقد جعلهم السرج لعباده في الأمم كلهم، ووفر حظ هذه الأمة فيهم ومنهم، فالحمد لله على كل حال، ونسأله الارتقاء إلى المراتب العوال، وأن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء الذي جاءنا في هذه الليلة بتقديره سبحانه وتعالى وترتيبه الذي قضى به في الآزال. فها نحن في هذا اللقاء، في هذا الجمع الكريم المبارك، في هذا المسجد المبارك، فيما اعتدتم من درس الشيخ الفاضل العلامة الداعي إلى الله تعالى هشام البرهاني، أطال الله عمره في عافية وجود، وفائض من الفضل الامتناني والعطاء الرحماني، وصلاح للبلاد والعباد، ودفع للبلايا والأنكاد، ورفع للضر والفساد، وصلاح للخافي والباد، والجسم والفؤاد، والشاني في الدنيا ويوم التناد، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد أخذ بكم مسلكا حسنا بالتذكير بعلماء الأمة وصلحائها وأخيارها وصفاتهم وأحوالهم وأقوالهم، وهو مسلك يتعلم من القرآن الذي كثر فيه القصص والأخبار، بل لا تكاد تخلو سورة من الإشارة إلى تمجيد أهل الهدى والفضل، وإلى حط أهل الزيغ والضلال، وحسبكم سورة الفاتحة. لما ذكر الحق أوصافه العلى وشؤونه العلية، علمنا
الثبات على العبادة له وحده والاستعانة به وأن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم، فنسبه إلى أهله ورجال حضرته وقال صراط الذين أنعمت عليهم، ليزداد توقيرهم ويعظم في القلوب إجلالهم وتتعلق الأفئدة بهم، ولتتعلم الصراط منهم ومن خلالهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فوالله ما استقام على الصراط من لم يعرف أهله، ولا استقام على الصراط من لم يتأمل أحوال أهله، وإنما يعرف الصراط بمعرفة شؤون وأحوال أهل هذا الصراط، وما أهله إلا الذين أنعم الله عليهم، وما هم إلا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم ثبتنا على ذاك الصراط، وتولنا بما توليت به أهل الصدق والورع والاحتياط من الذين أنعمت عليهم. ثم أكد لنا في هذه السورة العظيمة، أعظم سور القرآن، أن نتخلى عن تبعية البعيدين عن الله، بل نثبت على طلب البعد عن مزالقهم ومساوئهم وسوء أفعالهم وقبيح خلالهم وأخلاقهم. فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم اقرأ سورة البقرة وتجدها مفتوحة بقصة البقرة، وخذ من أخبار بني إسرائيل والأنبياء والمرسلين في هذه السورة، وانتقل إلى آل عمران لتجد القصص الموضوعة فيها وأخبار وكرامات مريم ابنة عمران عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وما كان في آل عمران الذين اجتبوا واستفوا. ثم ادخل إلى سورة بعد سورة تجد هذا المنحى والمسلك فيها، ثم خذها بالصراحة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، من هم؟ أولياء صلحاء صادقون ثابتون، أفراد من بني إسرائيل أصحاب الكهف عليهم رضوان الله تعالى. يقول الحق تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أنا بجلالي وعظمتي سأتولى قصة هؤلاء عليك يا حبيبي وصفوتي، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أفليس في هذا تعليم لنا أن نتولى قصص الصالحين من بيننا؟ فإن كان هؤلاء الصالحون من بني إسرائيل اعتنى الرحمن بقص قصصهم على خير الخلق، فأولياء هذه الأمة أعظم قدرا من أولياء بني إسرائيل، فأولى أن تحفظ قصصهم وأن تتلقى أخبارهم وأن تعرف أحوالهم. كيف؟ والحق جل جلاله عند قص قصة أهل الكهف لم يقتصر على أحوال ذواتهم، بل لم ينس كلبا اتبعهم فارتبط بهم، فمن سر الاتصال نبأنا عن الكلب وكرر ذكره في الآيات ونسبه إليهم. يقول سبحانه وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فصرنا نذكر هذا الكلب حتى في الصلاة، وإذا جاءت ليلة الجمعة استحب لنا ذكره من وسط آيات سورة الكهف، وفي يوم الجمعة كذلك. فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى البيت العتيق، وفي الرواية الأخرى إلى السماء، فيبقى هذا النور إلى الجمعة الأخرى. فداوم على هذا النور بقراءة هذه السورة. ثم يقول سبحانه وتعالى عندما ذكر عدتهم: لم ينسى الكلب، وقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم وثامنهم كلبهم. وبذلك أخذ أولو الألباب العبرة وقالوا: لنكن في التعلق بالصالحين لا نقصر عن رتبة كلب أهل الكهف. إذا أحسن التعلق بهم ومحبتهم، بل جاء في الخبر أنه أحد الحيوانات التي تحشر مع أصحابها، يحشر مع أهل الكهف ليطهر ثم يدخل جنة ربه سبحانه وتعالى، إكراما لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى
وربط على قلوبهم. وهذا معرض في القرآن عن سنة معاملة الله بأحبابه في الأمم السابقة. فما تظنون بخير الأمم؟ كيف يتعامل معهم العلي الأكرم جل جلاله وتعالى في علاه؟ وبذلك كان ذكر أخبار الصالحين ما قاله سيدنا الجنيد بن محمد عليه رضوان الله سيد الطائفة في زمنه: إن حكايات الصالحين جند الله يرسلها على القلوب، فإذا أرسل جنده إلى قلبك فإنما يحملك جنده إليه، إنما يحملك جنده إليه إذا أصغيت إلى هؤلاء الجند المرسلين من حضرته. وهكذا ما نص عليه القرآن يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهو أثبت الخلق فؤادا صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد طلب منا الشيخ طول الله عمره في عافية أن يكون جلستكم الليلة في ذكر بعض أخبار شيخنا وحبيب قلوبنا، فرد من أفراد الأمة وعظيم من عظماء أهل الملة والأدب مع الله، ورث أسرار الشريعة والطريقة والحقيقة ولدا عن والد عن والد إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان حال هذا الشيخ من الأحوال العجيبة البديعة أن نسبه كان سندا، كان نسبه سند في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي التفسير وفي السلوك وفي الفهم والوعي وفي الخلق والورع والتصوف. النسب سند، كل واحد من عنده إلى أبيه إلى جده إلى أبي جده إلى جد جده إلى أبي جد جده إلى جد جد جده إلى من قبله في النسب، في شجرة النسب إلى الجد الأول الذي وصل حضرموت عام 318 من الهجرة. خرج من المدينة المنورة محمد النقيب بن علي العريضي وعاش في البصرة، ثم ولد ولده عيسى، ثم ولد أولاده أحمد بن عيسى وإخوانه، وخرج أحمد بن عيسى إلى حضرموت عام 318 من الهجرة. فجاءت منه ذرية مباركة حملوا مواريث النبوة وأدخلوا الإسلام إلى شرق آسيا وإلى جنوب الهند وإلى شرق أفريقيا وإلى غيرها من بقاع الأرض، فأسلم على أيديهم الملايين ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، حتى أن المتأمل للتاريخ يرى أنه فوق نصف عدد المسلمين اليوم دخلوا الإسلام على يد هؤلاء الذين خرجوا من تلك البلد من صلب هذا المهاجر أحمد بن عيسى. وكان هذا الذي نذكره هذه الليلة أحد أحفاد عليه رضوان الله، كان عالما ابن عالم ابن عالم ابن عالم ابن عالم إلى أحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى عالم ابن عالم ابن عالم إلى جده علي الريضي، عالم ابن عالم جعفر الصادق ابن عالم محمد الباقر ابن عالم علي زين العابدين ابن عالم الحسين بن علي. والحسين بن علي ابن باب مدينة العلم وابن فاطمة الزهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. تسلسل فيهم وصف الزهدي من عنده إلى النبي، تسلسل فيهم وصف قيام الليل، فكان قواما من عنده وأبوه كذلك وجده كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تسلسل فيهم وصف التواضع، فكان متواضعا ابن متواضع ابن متواضع ابن متواضع ابن متواضع إلى سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا تسلسلت فيهم هذه الصفات، وهذا نادر تجده في الأمة. إن أهل البيت الطاهر كثيرين، ولكن تسلسل كبار الأوصاف في جميع عمود النسب من الأول إلى الآخر هذا نادر في الأمة. ها كان شيخنا من هذه النوادر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولد سنة 1331 من الهجرة النبوية بحضرموت قبل 100 سنة. ولد عليه رضوان الله تعالى من ذلك الأب
الصالح العالم العابد الزاهد المنيب الأواب الخاشع الذي كان يقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره لا يتردد في آية ولا تشتبه عليه آية مع الأخرى من قوة حفظه لكتاب الله وكثرة ملازمته له، مع أن حفظه للقرآن كان بكثرة التلاوة من دون أن يقصد حفظ القرآن، فحفظ القرآن من أوله إلى آخره ذلك الأب الصالح، وتربى على أياد الأكابر من الذين كانوا في عصره كالإمام علي بن محمد الحبشي ومن في طبقته من والده عبد الرحمن بن علي العالم المنيب الأواب، ومن أدركهم في ذلك الوادي والنادي فراعى بعين العناية هذا الولد الذي ولد مع والدة صالحة أيضا من نفس ذلك البيت من آل أبي علوي من آل الجفري، ولد هذا الحبيب بينهما فربياه على التعلق بالله من صغره وعلى تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان من سن الرابعة وهو يذكر وقائعه مع والده إلى أن توفي والده وهو ابن 25 سنة، يقول الذي عقلته من والدي 21 سنة، لما كنت ابن 4 سنين كنت أعقل ما يقول لي وما يربيني وما يأمرني وما ينهاني، فمدة 21 سنة أنا أعقل عنه، 4 سنين كنت في الطفولة ما أتذكرها مع والدي. توفي والده وهو في هذا السن وقد حفظ في صغره القرآن الكريم وقرأ القراءات السبع على يد الشيخ حسن بن عبد الله بارجاء الذي أخذ سند القراءات من مكة المكرمة حيث كان فيها، ثم كان محفظا للقرآن في مدينة هذا السيد بحضرموت، فحفظ على يده القرآن الكريم وقرأ القراءات السبع عليه، ودرس في تلك المعلامة التي أنشئت وتسمى مدرسة النهضة، فيها جماعة من كبار علماء المدينة سيئون يدرسون فيها العلوم الشرعية بأصنافها وعلوم اللغة العربية وما تعلق بذلك من الآلات، فجاء بعض كبار مشايخ الوادي قال هل عندكم قسم لتحفيظ القرآن؟ قالوا لا. قال لوالده مرهم أن يحدثوا في المدرسة قسما لتحفيظ القرآن واجعل ولدك بينهم، فكان من أوائل من عين لتحفيظ القرآن فحفظ القرآن الكريم وتربى تلك التربية مترددا على العلماء مترددا إلى المدينة التي بجانبهم التي خرج أباؤهم منها وهي مدينة تريم، أشهر مدائن حضرموت بالعلم والعمل والمعرفة والورع وكثرة الصلحاء والأخيار، المدينة التي كانت تسمى مدينة الصديق نسبة لسيدنا أبي بكر، لأن الوالي الذي كان في عهد النبي واستمر واليا في تريم وما حواليها وهو زياد بن لبيد كتب إلى سيدنا أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي وقد أخذ له البيعة من أهل تلك المدينة، ونزل الصحابة بعد ذلك الذين يقاتلون أهل الردة فلم يجدوا مرتدا من أهل المدينة وقد بايعوا لأبي بكر الصديق، فساعدوهم على قتال من ارتد في ذاك العام من غير أهل تلك المدينة، فلما بلغه الخبر ذلك دعا للمدينة تريم أن يبقيها الله معمورة إلى آخر الزمان وأن يبارك في مائها وأن يكثر فيها العلماء والأولياء حتى ينبت بها الصالحون كما ينبت الزرع بالماء، وحقق الله دعوة الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، واستمرت من العهد النبوي وقد دخلوا مع من دخل من طوائف أهل اليمن بمجرد الدعوة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووفد ووفاد من حضرموت كوفد كندة ووفد ووائل بن حجر الذي ذهب من حضرموت، وقد بشر النبي بمجيئه قبل 3 أيام حتى لما أقبل وعرف الصحابة أنه وائل بن حجر بادأ بالإكرام لما سمع النبي يذكره، ثم استقبله النبي فأمسك بيده وصعد به معه على المنبر وقال إن هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة من أجيال حضرموت وهو من أبناء ملوكها راغبا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا الوالي في ذاك الزمن، ثم
لم يزل فيها من العلماء والصلحاء أعداد حتى مع تقلب الأوضاع والأحوال حتى وفد إليها وفد أهل البيت النبوي من سلالة هذا المهاجر أحمد بن عيسى، فازداد إشراق الأنوار فيها وانتهضت العلوم والمعارف فيها زيادة على ما كان، واستمر بهؤلاء كالأخيار على مدى الأعصار. كان يعيش بين والده مترددا إلى تريم، مقدما له إلى الصلحاء والأولياء والعلماء ليقرا عليهم ولو فاتحة الكتاب وينظرون إليه ويدعون له. وهذه سنة من السنن التي فقدت في كثير من الأمة، كان يعقلها الصحابة. يولد المولود لهم كما نقرأ في صحيح البخاري وغيره، يولد المولود لأحدهم فيحمله من تحت أمه ويذهب إلى رسول الله ليحنكه، فيمزج التمر بريقه الشريف فيحنك به المولود فيدخل الجوف، أول ما يدخل جوفه ريق صاحب الرسالة خاتم الأنبياء حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانوا إذا بدأ أولادهم يكبرون يترددون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يمشون بأنفسهم أمروهم أن يذهبوا كل يوم إلى رسول الله، حتى جاءتنا كتب السنة أنهم في الصباح يأمرون أولادهم أن يدخلوا إلى بيته، فما يحتاج الأطفال إلى استئذان في مثل ذاك الوقت، ويقولون لهم قبلوا رسول الله ثم انظروا إلى المطهرة الذي توضأ فيها من الليل، فإن وجدتم فيها ماء فاشربوه. فكان الأولاد هكذا يدخلون إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أدرك أثر هذه البركة هؤلاء الصحابة وعرض الأولاد على الأكابر وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كانوا يبعثون معهم بماء يقولون اذهبوا إلى رسول الله ليضع يده فيه، فيكون شراب أهل الدار ذاك اليوم من الماء الذي وضع رسول الله يده فيه. ولاحظ هذا سيدنا أنس كما نقرأ في الصحيح أن في ذكر أخلاقه أنهم يأتونه أحيانا في الوقت الشاتي شديد البرد الذي تأفف النفس من أن تضع اليد في الماء، قال فإذا جاءوا إليه بماء أخرج يده فوضعها فيه جبرا لخواطرهم صلى الله عليه وسلم، وإقرارا لهم على مسلك التبرك. فقد تشبع الصحابة بمعاني التبرك وامتلأت بها حياتهم عليهم رضوان الله تعالى تحت نظر الذي جاءهم بالتوحيد خير العبيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، حتى نقرأ كيف كانوا مع ذلك الأدب يتبركون مع الأدب، لا يقدرون أن يتزاحموا فوق النبي فيؤذوه، ولكن إذا كانوا في سفر عهدوا إلى بلال أن يجمع الماء الذي يتوضأ منه رسول الله، فكان من الصحابة من يصب عليه وبلال حامل الإناء يلتقي الماء الذي يخرج من أعضائه، فإذا أتم وضوءه وانصرف أقبلوا حتى كادوا يقتتلون على وضوئه. يقول بعض الذين خرجوا منه كما جاءنا في صحيح البخاري خرجوا معه في سفره، فرأيت من لم يصب منهم من ذلك الماء أخذ من بلل صاحبه فتمسح به عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. كان والده يعرضه على الصلحاء، بل كان بداية تسميته وتحنيكه على يد الإمام علي بن محمد الحبشي أحد أكابر أهل الوادي من الذرية المصطفى صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله على بصيرة، قال سمه عبد القادر. وكان قد ولد مولود قبله سمي عبد القادر فتوفي، فلما رجع وقال اسم عبد القادر قالوا عبد القادر قد سمينا ومات، فالآن ثاني مرة قال ما يسميه شيخي فهو هو، ولو مات لي 10 من الولد واحد وبعد الثاني لم أعترض على تسمية شيخي. وهكذا كانت العلايق بين التلاميذ والشيوخ. فكلمه بعضهم فقال فتبسم الحب علي وقال له هذا يسلم ويكبر ويرث حال عبد القادر الجيلاني، اتركوه في مكانه. فكان ما كان إلا أن متع 100 عام من عام 31,300,000 إلى 31,400,000 عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان يقرأ على والده الكتب مع مراقبة دقيقة
أين يذهب عند من يجلس وماذا قالوا في جلستهم خوفا على ولده أن تسبق إلى أذنه كلمة تضر قلبه أو تضر فكرة أو تضر وجهته إلى الله، فكان إذا ذهب عند أحد من الشيوخ يقرأ عليه يقول ماذا قرأت وفي أي كتاب وما قال لك الشيخ وما علق على هذه المسألة وما علق على هذه المسألة، فكانت عين والده هكذا له مراعية، فقرأ عليه إحياء علوم الدين 5 مرات وهو في هذا السن، 5 مرات التي قرأها على والده غير ما قرأه في غير مجلس والده في حياة والده وغير ما قرأه بعد حياة والده، ولكن في حياة والده قرأه على والده 5 مرات إحياء علوم الدين، يبلغ البالغ من 40 و50 ما قرأ إحياء علوم الدين. وقد كان جده الإمام عبد الرحمن السقاف من أئمة القرن 9 الهجري كان يقول من لم يطالع الإحياء فما فيه حياء، من لم يطالع الإحياء فما فيه حياة. قال سيدنا الإمام الحداد بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا، قلوب كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا، كتاب حوى علم الكتاب وسنة ولا يستريب في مثل ذاك أريبنا، وبوضعه الإحياء فاق فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. وقد كان للصالحين في الأمة اعتناء كبير بكتاب الإحياء للإمام الذي ألفه في بلدتكم هذه، ومكث في حالة تحوله إلى إدراك الحقيقة والخروج من مظهر الشريعة إلى جوهرها في هذه البلدة في أيام خلوته بالجامع الأموي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان بذلك مجددا لدين الله في قرنه الذي عاش فيه أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، لم يزل يراقبه ويراعيه ويمضي به الحال على ذلك حتى حمل الخلافة بعد أبيه من ذلك السن، بل قد درس في مجالس العلم في حياة والده وهو في 20ات من عمره عليه رضوان الله جل جلاله، ولم يزل على حال الشغف بالله وبرسوله وباقتفاء أثر الصالحين ومحبتهم وبأنواع الفضائل وحسن الشمائل وصلة الأرحام ورعاية حق الجيران، كلما مر به العمر اتسعت فيه هذه الأخلاق وزاد تعمقها فيه إلى أواخر حياته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لا تجلس معه جلسة إلا تأثر قلبك من أثر النور الذي يفيض ولو كان ساكتا عليه رضوان الله، ينفعك لحظه قبل أن ينفعك لفظه. ولما جاء إلى هذه البلدة في 1994 وكان في صحبته الشيخ بكري رجب عليه رحمة الله تعالى من أهل حلب، كان يقدمه ويقول وفد إليكم سيد من الصالحين إذا سمعتموه أحببتموه جلسوا، فكان يقدمه للكلام في المجالس، وقد ذكر روابط روحية تمت بينه وبين رجال الشام في ذاك الزمن وعلمائه، ولم يزل يذكر تلك الوقائع والأحوال إلى آخر أيامه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فالحال فيه كما قيل إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال، لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعال، حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذايق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. فمضى على حال ذلك الوصف الجميل وخلق الإرث النبوي، لا يعرف انتقاما لنفسه ولا تشفيا لنفسه، إحسانه إلى المسيء كإحسانه إلى المحسن لا ينقص، إكرامه للمؤذي والمبغض السابلة كما يكرم المحب القائم معه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولم يزل ذلك دابه طيلة عمره من أول حياته إلى آخر عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى.
يفتح القلب والبيت للمحب والمبغض والقريب والبعيد والمادح والذام، ولا يبالي بشيء من هذه الشؤون لما تعلق قلبه من المبالاة بالحق وكيف يكون الحال عنده. فشغله طلب المنزلة عند الخالق عن رؤية المنزلة عند الخلق، فاستوى إقبالهم وإدبارهم وثناؤهم وذمهم، استوى عنده لما رسخ قلب أبوه في قلبه من عظمة الله تبارك وتعالى وقصد وجه ربه جل جلاله وتعالى في علاه. لذا كان مثالا في الإحسان إلى المسيئين والذامين عليه رضوان الله، وقال: من نعمة الله علي ما اغتبت أحدا أبدا. فكرر لنا كلمة الإمام البخاري الذي كان يقول، سيدنا الإمام البخاري عليه رضوان الله: إني لأرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا. تكررت هذه الأوصاف العلى. ومن الناس من لا يسلم الناس من غيبته أسبوعا، لا بل ولا نصف أسبوع، لا بل ولا يمر عليه يوم إلا وقد اغتاب، لا بل من المسلمين من يغتاب في اليوم والليل مرات متعددة، بل لا يكاد يجلس مجلسا إلا وذكر فيه أحدا بسوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يحيي هذه الأخلاق الفاضلة فينا. قال نبينا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما كان على هذا الخلق نازله في حضرموت بعد الأذى من الشيوعية لما تسلطت في وادي حضرموت وفي جنوب اليمن في تلك الحقبة من الزمن، فكان صابرا محتسبا، ثم بدأ الفتك بالعلماء، ومنهم من اختطف ومنهم من سحل وعلق الحبال برجله فربط بالسيارة فسحب وهو حي بين الناس هكذا حتى يموت في تلك الحقبة من الزمن. ومنهم الذي بينه وبينه أخوة خاصة ومودة في الله، وهو سيد الوالد محمد بن سالم بن حفيظ عليه رحمة الله، اختطف في أواخر عام 1392 من الهجرة، في عام أول عام 73 للميلاد، ولم يعرف كحال من اختطف من غيره، لم يعرف لهم خبر، فقتلوا ولم يدري عنهم أحد شيء. سافر عليه رضوان الله تبارك وتعالى ومر على شرق آسيا، وثم جاء إلى الشام، ثم كان استقراره في أرض الحجاز، فكان من عام 93 في الهجرة من الهجرة مستقرا بأرض الحجاز إلى أن توفي، تتخللها سفراته ورحلاته الكثيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقيامه بخدمة الناس ظاهرا وباطنا بالحال والمال والقال عليه رضوان الله جل جلاله. لما مر في بعض دول شرق آسيا غار بعض الناس كما هي طبيعة البشر من شدة إقبال الناس عليه ووجهتهم، حتى قالوا للدولة إن هذا تبع للشيوعية في حضرموت، وكان بينهم وبين الشيوعية كلام شديد لأنها قد مرت على تلك الدولة قبل وذهبت بسرعة، فأمروا بتسفيره. وجاءه الخبر فلبى الطلب، قال: مرحبا، نسافر في أول ما تجدون من الرحلات أمشي فيها. فعرف بعض شيوخه وأكابر تلك الدولة فانزعجوا، ولما خاطبوا رئاسة الدولة قالوا: هذا من فضلاء الأمة وخيارها وكبار، ما الذي دعاكم لهذا؟ قالوا: إنما جاءت بلاغات من صاحبكم أنه، قالوا: هذا فر هارب من الشيوعية، كيف يكون تبع الشيوعية؟ هذا العابد الناسك المنيب. قالوا: فليرجع الآن. عرضوا عليه الأمر وقد خرج، البعض قال: لا لا، أذهب كما كنت إلى المدينة المنورة، فأنا مشتاق إلى الزيارة وإلى الحجاز، ثم أعود في وقت آخر. فلما وصله بعض المسؤولين في تلك البلدة طلب منه أن يزور به، فزار به، فطلب منه أن يرجع معه إلى أندونيسيا، فوعده أن يلحقه، فجاء. فأول ما جاء كان مبادرا لإكرام الذين وشوا به وتوصلوا إلى تسفيره، وزار ديارهم
وأثنى على ما يعرف من حسن الأخلاق في آبائهم أو بعض قبائلهم، فكان هذا خلقه. فلما جاء أراد بعض الناس أن يستثير النفوس بمناسبة رجعته ويتكلم على القوم، فمنعهم منعا قطعا، وقال: من كان يريد الصلة بي فلا يخوض في هذا الموضوع من قريب ولا من بعيد. وأخذ يخوض بأسلوبه ذلك الطيب الخاص، ولم يزل كذلك على مثل هذا الحال في صدقه مع الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه، فأجر الله على أيديه منافع للناس. وقد كان يقول عليه رضوان الله تعالى: إذا تقدم إلي بطلب الحاجة أحد من المحتاجين لم أهدأ ولم يطب لي منامي حتى أقضي حاجته. فكان لا يستطيع الاستقرار وهناك طلبات لمحتاجين حتى يبذل وسعه في قضاء حاجاتهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فقد ينزعج من منامه ولا يهدأ في المنام حتى يؤدي ما في وسعه من قضاء الحاجات. فكم من أسر في كثير من الدول ستر الله أحوالهم وجبر كسرهم على يد هذا الحبيب، واستمرت لهم بعد ذلك المرتبات تأتيهم، فانتقلوا من فقر إلى حال متوسط بواسطته. وكم من مريض عُلج على يديه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكم من مكروب تفرجت كربته، وكان يباشر الخدمة بنفسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بل وصل إلى بيته بعض الذين في خط البغضاء لمثله ولاتجاهه كله، فاستقبلهم استقبالا حسنا لأنهم غرباء، وأضافهم وقام بنفسه يقرب لهم العشاء ويأخذ بخواطرهم ويبيتهم في المنزل ويسألهم عن أحوالهم، ثم يتوسط لهم في استخراج الإقامات، ويتوسط لبعضهم في تشغيله عند بعض الوجهاء من الذين يعرفونه في جدة، حتى تغيرت قلوبهم من مبغضين إلى محبين بواسطة هذه الأخلاق وبواسطة هذه المعاملة. وقد حدثني من كان جالسا عنده يوما وإذا بأحد التجار يدخل عليه حاملا كيسا فيه مليون ريال يضع بين يديه، يقول: تفضلوا بقبول هذا يا سيدي. قال: فلما خرج قال له: قم كلم السائق قل له يحرك السيارة. قال: وخرج قال له: احمل هذا الكيس. عمل قال: فركبت معه في السيارة قب إلى الظهر، فجي يقف عند عمارة، قال يقول: شوف في الطابق الفلاني شقة رقم كذا كذا فيها شيبة وناس عجزة، خذ عطهم هذا يعطي. قال يمشي المحل الثاني يقول: سمع في هذا الطابق في الشقة الفلانية أرامل موجودات هناك ولا يفتحون لك الباب لأنهم سيطرح لهم هذا من تحت الباب، كلمهم طرح لهم. قالوا يعطي. قال: يحفظهم يحفظ أماكنهم، ودار معين في أماكن جدة من هنا إلى هنا إلى هنا حتى كمل، ما عاد بقي شيء. قال: رجعوا بنا ندرك صلاة الظهر. قال: رجعنا إلى البيت عنده، فخرج من السيارة قال: ناولنا الكيس، بقي شيء فيه؟ قال: ما بقي شيء. قال: نفضوا بيدي يقول: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ودخل إلى مكانه، فقربوا له الغداء ذاك اليوم، ولم يكن في الغداء إدام لايق مناسب في غدائه الذي يتغداه ذاك اليوم، وهو الذي يقسم هذا ثم يكتفي بما تيسر من طعامه الخاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل حاله كذلك، آيات وعجائب، كل من جالسه أياما قليلة روى عجائب من خلقه الكريم ومن أدبه الجم مع الخالق سبحانه وتعالى. ولم يزل إلى إبان مرضه الأخير، حيث ابتدأ يقل كلامه ويميل إلى الصمت حتى صمت، لم يزل لاهجا بذكر الله لا يفارق نصيبه من القرآن. يقول: وإذا ازدحمت علي الأعمال والأشغال في التذكير والمجالس وخدمة الناس فلا أقصر عن سبع في القرآن ليختم في الأسبوع هذا الذي لا بد منه. إن لم يزد عليه فقد تربى على ذلك ولم يتركه في زحمة الأعمال التي يقوم بها، فيحضر في اليوم الواحد كذا كذا مجلس، ويجبر خاطر كذا كذا إنسان، ويدور من هنا إلى هنا، ولم يزل دابه ذلك، بل حول بلاد جدة إلى مجالس علم ومجالس خشوع وخضوع لم تكن تعهد فيها من السنين الطويلة. بحلوله فيها وجمعه القلوب على الله
وحسن خدمته لعباد الله تبارك وتعالى حيت وانتعشت به الحجاز، وبل أحيا المجالس بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان يحضر ختم صحيح الإمام البخاري بجانب الروضة الشريفة مع السيد محمد بن صالح المحضار، ثم يرفع يديه بالدعاء في ذاك المكان، يؤمن بدعاء من في الروضة في عشية يوم من الأيام الأواخر، اليوم 28 من شهر رمضان. ولم يزل في زياراته تلك لا تسمع له دعاء إلا رق قلبك وخشع، ولا يجلس مجلسا إلا وفاضت عبرة من عينه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل على هذا الحال الشريف في هذه المعاني والتعامل مع هذه الدنيا ومع شؤون العبادة والتقوى، حتى لقيه مرة الشيخ محمد متولي الشعراوي من علماء مصر عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، فأحبه قلبه وأكب عند رجليه، فكان يقول الشيخ اطلع إلى هنا، قال له محلي عند رجل هذا الإنسان، عند رجل هذا السيد، لا يستطيع أن يرتفع معه على الكرسي. ومرت الأيام، في يوم أخبروا الحب عبد القادر، قالوا إن الشيخ محمد الشعراوي سرق من مكانه، وكان له مكان بجانب سيدنا الحسين في مصر، سرق من مكانه 30,000 جنيه مصري. فتغير وجه الحبيب، يقول الذي كان جالس عنده ظنيت أنه حزن على ذهب هذه الفلوس، لماذا؟ قال أخرج مذكرة من جيبه واتصل بالشيخ الشعراوي، قال إذا أجابه من هناك، قال أخذ يكلمه يقول بلغنا أنه حصل لكم شيء، قال نعم هذه صدقة جابها بعض الأخيار في مصر لينفقها في البلد الفلاني على فقراء البلد الفلاني، فباتت عندي فسرقت في تلك الليلة. قال الحمد لله الذي لم يخيب ظننا فيك، يقول للشيخ الشعراوي. قال وأنا كنت أقول أن للشيخ الشعراوي يترك 30,000 جنيه في بيته ويبيته العالم الداعي المفسر، كيف يترك هذا في بيته؟ قال فإذا بحزن الحبيب كان لهذه المسألة لا لأجل سرقة الفلوس. فلما كلمه الشيخ بواقع الحال استنار وجهه وفرح، قال هكذا أظن بك يا شيخ متولي، ما كنت أظن بك أن تترك الفلوس في بيتك هكذا وأنت صاحب هذا القدم في العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل صلح عصره وأوليائه يشيرون إليه بالبنان ويقدمونه في كل شان، ويشيرون إلى رتبه العلا وهو في غاية ذلك الخشوع والتواضع للمولى جل جلاله وتعالى في علاه. ويطول الكلام عن مثل هذا الإمام فيما قام به وفيما نشره فيما أجر الله على أيديه من الخيرات. ولقد ألف من الصلحاء والعلماء من رباهم عددا كل منهم مسلكه يشد قلبك إلى الرب ويذكرك بعظمة هذا الدين، وترك من الشعر قصائد كان قد نظمها وأدعية جمعت له ومكاتبات راسل بها أصنافا من أهل العلم ومن سواهم في كثير من أقطار الأرض، ممتلئة حكمة ودعوة إلى الله وتذاكرا في الله، فعليه رضوان ربنا سبحانه وتعالى. جاء مرة إلى دولة الإمارات وحسن استقباله، ولما جلس مع الشيخ زايد عليه رحمة الله كان رئيس الدولة، عرض عليه طلب الناس من أهل بلده يريدون الجنسية وعدد كبير، قال له يا شيخ أنا ما قد وقعت على مثل هذا العدد، لكن من شان ذا الوجه خذها، لك حاجة؟ قال هذه حاجتي، قال هذه حاجة الناس، لك حاجة أنت؟ قال لا هذه هي حاجتي. قال أنت ما تريد شيء؟ ما عندك أولاد؟ قال نعم. ما يريدون جنسية؟ قال لا، هم عايشين على الإقامة عندنا في جدة ومرجعهم إلى بلدهم هناك، ما نحتاج هذا. اهتز الشيخ، قام يقبل يد الحبيب، قبل يد، ورأى مثالا لأهل الصدق وأهل العلم وأهل الزهادة وأهل السعي في منافع الناس، ولا رغبة لهم في شيء من مظاهر هذه الدنيا من فتية، ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني، قوم همومهم بالله قد علقت، فما لهم همة تسمو إلى أحد، فمطلب القوم مولاهم وسيدهم، يا حسن مطلبهم للواحد الصمد. أرسل إليه بعض الأغنياء من رؤساء دول أفريقيا، من رؤساء دول شرق آسيا، طائرة
ليأتي لزيارته، أرسلها من بروناي إلى إلى إندونيسيا. فقال لا أنا ما لي حاجة بلقى هدريس، قولوا له إن كان بيخرج نفقة على الفقراء الموجودين معه، وعندنا فقراء من قبيلته موجودين في بلاد الثانية، فأنا سأجي وأزوره، وإما بيرتب هذا أنا ما لي حاجة بزيارته. قالوا نحن ما نقدر نكلمه في هذا، قال وأنا ما أقدر أجي لعندكم في هذا. فأبا فكان من حوالي ناس يقول الرئيس رسل لك الطائرة ونمشي، كل من بغض الطائرة يروح يركب فيها، أنا ما لي حاجة بهذه الطائرة، إن كان بيترتب نفع للمسلمين سأذهب، ما يترتب على ذلك، أنا معي مدارسي وجلوسي وأماكن تعليمي هناك سأذهب فيها، وأنا في شغل عن هذا، أن أنتقل من دولة إلى دولة بلا نية صالحة وبلا عمل أقوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا هذه الأمثلة والنماذج فقدناه في هذه الأيام، وكان حصنا وأمنا عليه رضوان ربنا، تحن إليه القلوب وتأوي إليه، ويجد الجالسون فيه من معاني تنزل تلك الرحمة والبركة، فالله يعلي له الدرجات. وافته المنية في الأسبوع الماضي، وحضرنا جنازته إلى مكة المكرمة وقبرى هناك بمقبرة المعلاة، حيث يوجد العدد الكثير الكبير أولا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم من قومه وجماعته من علمائهم وصلحائهم ومن سواهم، في حوطة في مقبرة المعلاة تسمى بحوطة آل أبي علوي نسبة إلى هذه القبيلة. رحمه الله ورحمنا به، ورحم الله تبارك وتعالى الشيخ عبد القادر عيسى الذي أنتم على موعد في سماع الحديث عنه، يكون في الشهر القادم إن شاء الله تعالى. طول الله لنا عمر الشيخ هشام البرهاني، يوالي هذه الخيرات ويوالي هذه البركات، وتوالى لكم الانتفاعات بها والارتفاعات بها. اللهم بارك لنا في عمره وعمر عمر أعمار العلماء والصالحين والأولياء والمقربين، وحبب إليهم البقاء فينا، وأمدهم بالعافية التامة، وأعلي درجات المتقدمين، وارزقنا الاستنارة والاستفادة من سيرهم وأخلاقهم ومعارفهم وعلومهم. اللهم يا من منحت قلوب الصالحين المودة لك وفيك ومن أجلك، وفر حظنا من مودة أنبيائك وأوليائك، واجعلنا في أهل الصدق معك المقبلين بكلياتهم عليك، المبتغين رضاءك في جميع شؤونهم وأحوالهم ظاهرا وباطنا. اللهم لا حرمتنا سر التعلق الذي يورث التخلق ويوصل إلى التذوق ثم يرفع إلى التحقق. اللهم علق قلوبنا بمن تحب أن نتعلق به وبما تحب أن نتعلق به، واجعلنا من المتحابين فيك وأهل الصدق والخشية منك والإنابة إليك وأهل إيثارك على ما سواك ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا خاصة، وللمؤمنين والمؤمنات، وأدم الأمن في ربوع هذه البلاد والاستقرار، وخذ بأيدي أهليها وحكامها ومحكوميها، سر بهم خير مسار، وجنبهم الأشرار والمضار والآفات، واحفظ بلاد المسلمين، واحفظ المسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. من مثل أحمد في الكونين نضواه، من مثل أحمد في أيها الإخوة الكرام، نذكر أن الموعد الآتي إن شاء الله تعالى في جمادى السابع من جمادى الآخرة الموافق في 20 من أيار
إن شاء الله تعالى، وستكون الترجمة للشيخ منير الكسم رحمه الله تعالى، جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله صباحا في جامع زيد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، وبعد المغرب إن شاء نعم في جامع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، جزاكم الله خيرا. إلى الأخوة المنشدين. من مثل أحمد في الكونين نواه، من مثل أحمد في الكونين نواه، أو بدر جميع الورى في حسنه تاه، بدر جميع الورى في حسنه تاه، مثله وإله العرش شرفه، من مثله وإله العرش شرفه، في الخلق والخلق إن الله أعطاه، في الخلق والخلق إن الله أعطاه، الشمس تخجل من أنوار طلعته، الشمس تخجل من أنوار طلعته، حذا الجمال فما أبهى محياه، يا عرب وادي النقا يا أهل كاظمة، يا عرب وادي النقا يا أهل كاظمة، في حيكم قمر في القلب مأواه، في حيكم قمر في القلب مأواه، حنت له النقمين وادي العقيق بكات، حنت له وادي العقيق بكات، تجري بأحمالها شوقا للقياه، تجري أحمالها شوقا للقياه، المسك والعود وال كافر من عرقه، المسك والعدوان كافر من عرقه، هذا الحبيب وكل الناس تهواه، هذا الحبيب وكل الناس تهواه، من مثل أحمد في الكونين نهواه، من مثل أحمد في الكونين نهواه، بدر جميع الورى في حسنه تاه، صلى عليه إله العرش ما طلعت، صلى
إلى هو العرش ما طلعت شمس وما حد حدا شوقي للمدينة والحبيب لذكرت كل أوقاتي تطيب لأن ذكره يطرب القلب الحزين بالمدينة لتناطم للسنين بالمدينة لتناطوا للسنين بالمدينة لتناطوا للسنين يا أهل طيبة حزتم القدر الرفيع جوكم بالمصطفى جوكم ينفح بعطر الياسمين بالمدينة لتناطون السنين والليلة عندكم عيد يا الأحمدية مولد رسول الله خير البرية والليلة والليلة عندكم عيد يا الأحمدية يا مولد رسول البرية يا زائر المدينة سلم عليهم يسوى العمر كله شمت إيديهم حمزي أبو عمارة أسد عليهم حمزي أبو عمارة أسد عليهم أبو مهرة جدنا يا الأحمدية والليلة والليلة عندكم عيد يا الأحمدية مولد رسول إلا خير البرية والساعة والساعة عندكم عيد يا الأحمدية مولد رسول الله خير البرية يا قصيد الإمداد نحو المدينة نظر يا رسول الله منكم تحيينا حملي على بابكم يا أهل الحمية حملي على بابكم يا أهل الحمية أبو سالم شيخنا يا العلوية والليلة والليلة عندكم عيد مولد رسول الله خير البرية والليلة والليلة عندكم عيد واسمع مدح طه واسمع كلامه يا المحب نعطيك أكبر علامة يا زائر المدينة سلم عليهم تسوى العمر كله شمت إيديهم حمزي أبو عمارة أسد عليهم أبو الزهرة جدنا يا الأحمدية يا والليلة خير البرية مولد رسول الله يا زوار تلك الديار مقصدكم عظيم يا هلاكم بجوار المصطفى الكريم لو تتكرم بتذكر للمضمى العديم
لو تتكرر مو بتذكر للمضمى العاديم عطفا لو شميت غبار تصلح حاليا والساعة والساعة عندك عيد يا رحمية مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية والليل العيد بعيدين هلت بشاير فنجان راحة الزين عالكل داير والليلة العيد بعيدين هلت بشاير فنجان راحة الزين عالكل داير يا سيد يا ضياء العين العقل حاير صبري استعطيف منين عطفك عليا مددي استمد منين عطفك عليا صبري استعطيف منين عطفك عليا والليله والليله عندكم يا برهاني يا مولد رسول لا خير البارية واشرب شرب آل الصفا الله الله تار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طيب والوقت طيب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طيب والوقت طيب اخترتنا واحد النهار الله الله يا قوم خاطرة قومي خاطرة جدتهم أهل الوفاء الله الله وهم في حضرة وهم في حضرة عيونهم مذبلة الله الله وجوههم نظرة وجوههم نظرة قلت لهم ندخل بحماكم الله الله يا ذا الموالي يا ذا الموالي قالوا لي تقبل شرطنا الله الله والشرط غالي والشرط غالي تصبر على هجرنا الله الله طول الليالي طول الليالي تشرب كؤوس الحنظلي الله الله والمر يحلو والمر يحلو ترجع سبيك من ذهب الله الله يا من عرفنا يا من عرفنا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام